بدأ الحلم من مذكرة تخرج، وبعد أعوام تحول إلى مشروع مؤسسة ناشئة تهتم بدراسة المخاطر والمساهمة في الوقاية منها. بدأت هو يعني كان مشروع تخرج من 2017. بعدين بدينا بعد ما دينا المشروع مبتكر بدينا العمل مع بشراكة مع Algerian Startup Fund. ثم بعد ما تحصلنا على التمويل حوسنا على ليزومبلواي اللي يخدموا معنا اللي تكون عندهم كفاءة في المجال تاع جيوماتيك إلى آخره. دونك بدينا في 2021 بدات الانطلاقه من مشاركه تاعنا في ملتقى التعاون العسكري المدني. تما حطينا هذا لو بلان اورسيل، كانت عندنا مشاركه امبوستير، شافوا لي ديسيدور تما قالوا لنا البروجي تاعكم يبا لازم نخدموا به. تختلف مهام هذه الفتيات التي تعملن على تطوير المشروع عبر تطبيقين، واحد موجه للمواطن لتثقيفه بالمخاطر التي يمكن أن تحصل في منطقته وزيادة وعيه للوقاية منها، وواحد للمصالح المعنية تقدم فيها المعلومات اللازمة الآنية حين وقوع الكوارث. هذا جيوغساك هو تطبيق يستعمله المواطن ويستعمله لو ديسيدور. واش معناتها جيوغساك؟ كي يكون عندنا لو ريسك دو كاتاستروف، معناتها الانونداسيون لي سييزم لي ديفيرون دي ريسك لي كاينين في لا لوا 040، دونك يقدر يعرف المواطن ميم لو ديسيدور وين لو ريسك هذا موجود. وايضا يستعملوه لي ديسيدور باش يشوفوا لي موديول دانتيرفونسيون، يعني مقاييس التدخل اللي كاينين في المخطط هذايا. En même temps هاد لو بلان يستعملوه قبل ما تصرى الكارثه، اثناء الكارثه، وبعد ما تصرى الكارثه. بعد رحلات متعددة بعدة جامعات من الوطن، حظ في نفس منال أن تختار تجربة نووية. يعني هو مشروع حساس لأنه علاش في الدراسات تاعنا كي كنا نبحثوا على الأخطار لقينا هادو لي ريسك نيوكليير، ولقينا بلي ما كانش دراسات عليهم. يعني احنا كنا طموحين أنه نلقاو حلول باش نعاونوا به أوليو نجيبو من ليترونجي دي كاباسيتي، مادام احنا قادرين نعاونوا بلادنا نعاونوها. يعني استعملنا تقنية الذكاء الاصطناعي باش نجبدوا المخلفات هاد الأثار النووية. دونك قدرنا تمكننا نشرنا مقالين علميين، لقينا وين كاينين لي صابل فيتريفي، ولقينا تاني وين كاين لي لاف راديو اكتيف. دونك بعد ما خرجنا ايتو لي لاف راديو اكتيف اللي كاينين في عينيكر، عندنا 6 كيلومتر مربع تاع لي لاف راديو اكتيف، وعندنا 4000 كيلومتر مربع تاع لي صابل فيتريفي اللي كاينين في رقان. اجتمع حب الوطن والعلم عند هذه الفتاة، فكانت الثمرة مشروعا فتيا عنوانها أن يصرف دينار في الوقاية خير من 5 بعد الكارثة، يجنب الاقتصاد والحياة البشرية الخسائر.